مجرد ما تحمل على الأعناق بتتكلم، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. بتقول إيه؟ إن كان هذا الرجل من الصالحين يقول هيا أسرعوا لا تؤخروني، تعجلوا قدموني قدموني، لأنه عاين عاين مقعده في الجنة، عاين ما هيأه وأعده الله جل وعلا له من النعيم. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها؟ من رحمة الله بنا أن حجب عنا صوت أصحاب الجنائز. تصور لو أن الله عز وجل خلى بيننا وبين سماع صوت كل صاحب جنازة، والله العظيم لن تستقيم الحياة. هل تعلم أن الكون كله يسبح؟ لكن من حلم الله بنا ورحمته بنا وبضعفنا حجب عنا تسبيح الكون من حولنا. قال الله سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه؟ قال سبحانه إنه كان حليما غفورا. يا الله حليما ليه؟ كان حليما بكم جل جلاله إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم، وإلا فلو خلي بيننا وبين سماع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت ورب الكعبة عقولنا. تصور لو أن الله أسمعك صوت الثوب الذي تلبسه، تصور لو أن الله أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه، أو صوت تسبيح الطعام الذي تأكله، أو صوت تسبيح البيت الذي تسكن فيه، والله لطاش عقلك. لذا يقول ربنا إنه كان حليما، إنه كان حليما أي كان حليما بكم، ولا زال جل وعلا إذ حجب عنكم تسبيح الكائنات والكون من حولكم ولو خلي بينكم وبين سماع تسبيح الكون لطاشت عقولكم وما استقامت حياتكم. غفورا إنه كان حليما غفورا، غفورا لكم إذ أن الكون كله لا يغفل عن ذكره وتسبيحه وأنتم طالت غفلتكم وكثر انحرافكم وطال بعدكم عن ربكم سبحانه وتعالى. إنه كان حليما غفورا. تدبر معي حديث رسول الله إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. وصلت الجنازة إلى القبر، إلى بيت الغربة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الضيق، إلى بيت التراب والدود. فلان صاحب الجاه والوجاهة والسلطان سيلقى في هذه الحفرة على هذا التراب، لن توضع له الفرش الحريرية؟ لا. في هذا المكان الضيق؟ نعم. رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا العمل مع رحمة الحي الذي لا يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اوعى تنسى الحديث ده الآن، هقوله لك تاني وأنت يا أختاه
يتبع الميتة ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل ويقسم المال، لا يأخذ ماله معه، يقسم المال على الورثة، ويبقى له عمله الذي قدمه بيده في هذه الحياة الدنيا. لا يستطيع أحد من أهلك وإن بكى طوال الليل والنهار في الليلة التي مت فيها أو في النهار الذي قبضت فيه، لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة واحدة أبدا أبدا، لا يمكن. والمال يقسم على الورثة بمجرد عودتهم من المقبرة، لن ينفعك إلا ما قدمت يداك في هذه الحياة الدنيا. قيل لحاتم الأصم: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. يا الله، كلمة تكتب بماء العيون، تكتب بماء العيون، تكتب بالنور لا بماء الذهب. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. عملك ما قدمته يداك في دنياك، في دنياك، والله لن ينفعك إلا هذا العمل. يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. فاغرس لنفسك الآن، وازرع لنفسك الآن ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحة واحدة، تهليلة واحدة، تكبيرة واحدة، ركعة واحدة في ظلام الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. كنت في زيارة لإخواني في أمريكا، فقالوا لي إن فلانا من إخواننا لا يساهم معنا بأي مبلغ من المال في مشروعات